حاجه ما ادخل معك بث تيك توك. بعلمكم حاجه، انا قبل شوي في المطبخ وعلمت جبر فيها، كنت في المطبخ قاعد ازين شو اسمه عيش فلي هذا كاد كنت قاعد اتابع فقره وقاعد اسمع واغسل قدر واسمع في الرجل اللي ينقدونه، وشفتهم يوم جابوا صوره الرجل هذول يومكم تدخلوا، واقوم اقرب من الشاشه واتفكر فيهم واتفكر في النقد شويه، ولد حسيت اني خارج وهم عان هم عندي وشويه ولد يوم شغلوا الشله وبديتوا تلعبون يا ولد يوم حسيت بالحماس يا ولد يوم اني قمت اكلت من الصحي شوي والله اني تسافيفه يا ولد طول حيا خلص بعود على الهواء واطلع على طول ركض قلت عطني المايك قال ما بعد توهم ما بعد جو ويطلع من الغرفه واسحب المايك من عمر هذال وادخل جيتك متشفق على و 200 مليون في 7 ايام يعني هذه اعطتني طاقه وانا عاني في المطبخ ما بيني وبينكم الا ذا الدريشه يكفينا الشيء اللي وصلنا له هذا شيء فخر شيء اقسم بالله جبار بطولات وامجاد ونواميس باستمرار خلقنا كباريه ونبقى كباريه طيب بس هذا لسان حال ال 24 كلهم نعم وما يجعل الاحرار مثل المماليك الا مواقف الرجال بعضها الاول والله ان كلهم اخوان عندي ما ينقص قدر واحد منهم ما في شك كلهم سواسيه ما في شك وهذا المكسب من البرنامج اللي يبي خلاص بتمدح انت وياه ابو انه شيء ثاني ما في شك ما في شك جبر جبر مدح مدح لكن جبر المداريه اذا طلع من الباب هذا بيسحب عليكم ولا راح يدخل معكم بث تيك توك ولا راح ينشر لكم سناب جبر ما رد الظاهر انا اعرف العيال انا اقول ليه ينشر سنابك ليه انت بثبت نفسك انك تطلع معك سنابك احنا بنطلع كم انا والله انا ابغى جمهور جبر يبغى جمهور غصب انا والله باخذ الكلام هذا بعلمكم حاجه انا والله قبل ادخل لا قبل انا رايح الشاشه نمزح ليش انا يعني تكبر انا قبل قبل قد بيني بينك اتفاقيه برا البرنامج سحب عليك حطيت عقال يا ناس طول عمري ما حي اقول جبر بيني وبين اتفاقيه برا البرنامج شاني بس تيك توك لا ايه بس تيك توك انا اتخلى عليه نذر مخبي انا اقول لك احسن سوي نفسه ما يسمع ابكنت شاهد الوجه وجه يكلمك الرجال منكم يضل يعمم بروحه اما بالنسبه للبرنامج الرجال ما مظهر مو طالع مع رجل بدراعه مو برجل نعم لا بعلمك حاجه انا شفت قبل ادخل البرنامج نعم سجلت الارقام كل ابوها اللي عندي سجلتني نعم صورت الشاشه عليها كلها وانا متاكد ان كل رجال بيطلع من هنا بينصدم من الاعداد اللي جته انا اشوفها بما انكم كسرتوا بسبع ايام 200 مليون ايه حجل عيال ان جمهورنا قوي اللهم لك الحمد جمهور قناه الواقع بشكل عام نعم ولكن فيه جهة صورت الشاشة عليها أفضل ولكن فيه جهة استغرام اسلم اسلم اسمع يا ولكن فيه دولة ولا دولة والله وبالله يا رجل تيك توك 11 ما شاء الله تويتر توني فاهم ياله خلني اتكلم يا تيك توك اسلم اسلم سناب والله فيه دولة ما يفهم انا ما عمري طلعت ترند في تويتر الا في عمان طلعت ثلاث ايام وانا متربع في ترند الاول السعوديه ولا عمان؟ في عمان يا ليه؟ بس قلت يا كبرى اعوذ بالله المهم اقول لك جمهورها قوي قوي وانت ما تلاحظ الحين اغلب مشاهير السعوديه في جمهور في السعوديه ولكن روح عمان تلقاك متربع في ترند لانهم اول شيء يقدرون ضيفهم يستاهلون يستاهلون والله يستاهلون ولا جاهم ويعزون بالمشاهدات وبالقوة وبالحرارة والتقدير فأقول لكم الجمهور العماني جمهور استثنائي ترون لو بروح العمان إن شاء الله بعد البرنامج ترى يدور مشاهدات لا ما هو عشان الجمهور هذا النقطة اللي بقولها عشان الرجال هذا يدور مشاهدات ترى ما هو عشان الرجال راح المشاهدات بناخذها إن شاء الله من قناة الواقع وعندنا مشاهدات قدام قناة الواقع على جبر المداري واضبط وضعك ما مسوي إعلان مجاني أنت غبي لا والله يستاهل أبو عقيلة العنوة نومي سوى من اللي فيكم يقول تسوي إعلان؟ أنا والله صدق والله انا انا 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 والله انا يا ابو زيد جاتك من بيوت عجل الابيات سامي على عمان يا الحلاقي سرّوها بالأرقام بتأخر خلنا نجي دريدة
ما عليها سوى سوى حيها سوى والله مدكرينا يا قلبي ارجع اوه خلاص دخلت على الله خلاص ورجع ورجع صح يا ورع خلاص ترى بوريك النظره صح النظره صح طيب لا شيء درس طيب ما مسك العزيز ها بعتوني كلمه مره بعتوني في عمري وين نواف يقول جاد اللي بعمش بعمش الرجال دخيله الحلوه بابداع يوم رجع متعدي ابداع ابداع من وجهي رجع ابداع ما في مسكين فالظهر وذا الحين دق عليها يا صارنا هذول يسوون اكشن الله يستر منهم شلون يا عمي شنو وش هي ايش رايك لعيب صح والله مهاجم لا لا ما هي مهاجم الحين وش ايش تقولون رشيد والله طال عمرك والله ما قمت